السلام عليكم، معكم حيدر مجيد. تحليل البي سي في باكيد سيل فوليوم، حجم الخلايا المتكدسة أو المضغوطة. يا بشبيهم الجماعة شلون؟ ليش أسوي هذا التحليل؟ فهي لأسباب، أهمها أولاً أشوف عدد خلايا الدم الحمراء، هل هي مرتفعة أم منخفضة أم طبيعية، وكذلك أقدر من خلال نتيجة هذا التحليل البي سي في أشوف تركيز الهيموغلوبين بالدم، اللي هو تحليل الـ HB اللي بين قوسين فقر الدم. أما بالنسبة إلى إجراء طريقة تحليل الـ PCV فتجرى بعدة خطوات. أولاً نثقب الإصبع بواسطة اللانسي، والله إلا أثق بثقب، بس أقول له الكلمة هاي أثق بثقب. وبعدين ناخذ الدم بواسطة الكابيلاري تيوب ونملأ 3/4 الكابيلاري تيوب، نغلق جهة الكابيلاري التي سحبنا منها الدم بواسطة الطين الصناعي. ثالثا نحط التيوب في جهاز المايكرو سنترفيوج بهذا الوضع، يعني يكون الطرف المسدود إلى الخارج، ونخلي الجهاز يفتر لمدة 5 دقائق، يعني وقته على 5 دقائق. نطلع التيوب وراح نلاحظ انه الدم انفصل عن مكوناته، فالدم صار بالاسفل والسيرم اللي هو بلازما الدم صار فوق، وفائدة جهاز السنترفيوج هو يفصل الدم عن مكوناته. رابعا جيبوشد عند تيوبة مفصول بها الدم عن السيرم، احطها على المسطرة واقيس. طريقة القياس على المسطرة انه لازم تحط نهاية السيرم من الاعلى على الحد الاعلى من المسطرة مثل ما تلاحظون، ونهاية الدم من الأسفل على الحد الأسفل من المسطرة، ونحسب النتيجة بحساب الخط الفاصل بين السيرم والدم. فمثلا هنا طلع عندنا 48%، فهذا يعني أنه البي سي في هو 48%، والنسبة الطبيعية فهي للذكر من 42 إلى 50%، وللأنثى من 37 إلى 45%، وللأطفال من 36 إلى 44%. وبما أنه طلع البي سي في الخاص بي 48، فهذا يدل على أن كريات الدم الحمراء الخاصة بي طبيعية، يعني لا هي زايدة ولا هي ناقصة، والحمد لله والشكر. عن طريق نتيجة البي سي في راح ننتقل إلى تحليل آخر، وهو تحليل الـ HB اللي من خلاله راح نعرف أكو بي فقر دم لولا، من خلال هذا القانون اللي يربط بين الـ PCV والـ HB. الـ HB يساوي PCV ناقص 2 على 3، يعني الـ HP يساوي 48 ناقص 2 على 3، الـ HP يساوي 15.3 جرام على لتر، والنسبة الطبيعية للـ HP هي للذكور من 13 إلى 17 جرام على لتر، وللإناث من 12 إلى 14 جرام على لتر، وللأطفال حديثي الولادة من 14 إلى 19 جرام على لتر، وللأطفال من سنة فما فوق فهي من 12 إلى 15 جرام على لتر. وبما أنه نسبة الـ HP الخاص بي طلعت من 15.5، يعني ما بي فقر دم، وبعدد أنفاس الخلائق لك الحمد يا الله. قبل لا ننتهي من الفيديو أكو ملاحظتين. الملاحظة الأولى، بعد ما سديت التيوب بالطين الصناعي من الأفضل أن تلف النهاية بقطعة من القطن حتى تتجنب أنه الدم يطير داخل السنترفيوج. الملاحظة الثانية، المسطرة اللي استخدمناها لقياس نسبة البي سي في فهاي مسطرة قديمة، حاليا تستخدم هاي المسطرة الحديثة لقياس البي سي في مثل ما تلاحظون. وأتمنى استفادتوا من المعلومات البسيطة اللي بهذا الفيديو، وروحوا والقلب داعي لكم، ولا تنسونا من الدعاء. حيدر مجيد.